مشاهدينا الكرام، الشوط الثامن والعشرين للمفاريد الابكار ينطلق بحفظ الله ورعايته، والمقدمة مع شعار بن لزيوح على ظهر المتحدة سعيد بن حمد بن لزيوح يتصدر هذا الجمع المركز الثاني. الغربية تصل سعيد بن فرج بن حمد المنصوري مع الغربية، ودخول قوي جدا من قبل الشاهنية محمد بن برقان بن مقارح يتسلل مع الشاهنية إلى المركز الثاني والمركز الثالث. نبا لسيد هادي بن سالم باللفجح يصل مع النبا، ومعها النبا يا باللفجح تصل على المركز الثالث، ودخول دخول دخول أيضا من قبل الغربية لسيد سعيد بن فرج بن حمد المنصوري، وأيضا شعار عبد الله بن جبر الهاجري محمد بن جبر بن عبد الله الهاجري مع صوغة، تصل صوغة وتنتقل إلى المركز الرابع وانطلاقتها قوية جدا في هذا الشوط. المركز الخامس تصل من الجانب الأيمن وتتسلل، ما هي إلا لحظات وأعرفكم عليها. صاحبة المركز الخامس هي المتحدة لسيد مبارك بن مبخوت المري، ولكن عودتنا إلى بن لزيوح. بن لزيوح يتصدر بناموس هذا الشوط لسيد سعيد بن حمد بن لزيوح، لكن بن عمارة وصل مع هذه اللحظات. الشاهنية محسن بن طالب بن عمارة المري يتسلل وينتقل إلى المركز الأول، تنفرد في هذه اللحظات بناموس هذا الشوط. المركز الثاني بن لزيوح مع الشاهنية، والمركز الثالث يصل المنصوري مع الغربية سعيد بن فرج بن حمد المنصوري مع الغربية، ولكن بن عمارة انتزع هذا الشوط. عمار هذا الشعار يا بن عمارة مع هذه اللحظات الأخيرة والخطيرة. تهانينا للسيد محسن بن طالب بن عمارة على فوز الشاهنية وانتزاعها للمركز الأول. المركز الثاني الغربية سعيد بن فرج بن حمد المنصوري، والمركز الثالث اللي عند بن لزيوح الشاهنية للسيد سعيد بن حمد بن لزيوح. التوقيت الزمني 2:15:9 من الثواني. تهانينا للسيد سعيد بن حمد بن لزيوح.